بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا في بيان احتجاجات رسول الله وأجوبته على الشبهات التي طرحها جماعة من قريش، وقبل التكميل لا بأس بتمهيد أمور. الأمر الأول أن الله يعمل في الخلق بحكمته لا بإرادة البشر. هناك المصالح والمفاسد الواقعية هي التي أوجبت حركة الله عز وجل نحو الأعمال التي نراها والخلق الذي وجد. والله عز وجل له حكم من الخلق وحكم في وجود القوة والضعف والكمال والنقص في هذه النشأة. أما اقتراحاتنا نحن البشر فبما أن علمنا محدود فتكون اقتراحاتنا بالنظر إلى زاوية فقط. العلم الإلهي غير محدود وحكمته غير محدودة، فلذلك ما يكون في الخلق يكون ضمناً لتلك الضوابط والحكم بعد رؤية أبعاد المسألة. للتنظير، العقل لا يحكم على الشيء الغامض، إنما حكمه بعد أن يظهر له الشيء بتمام أبعاده. أما إذا شاف زاوية دون الزوايا الأخرى فهنا ما يصدر حكماً، أو لا تكون له رؤية، على الخلاف بين الإصفهانية وغيره بأنه هل العقل يحكم أم يرى. الله عز وجل ولا قياس وإنما للتقريب يرى جميع الزوايا، وعلمه محيط بما كان وما يكون وما هو كائن، فخلقه ضمن المصلحة. أما نحن البشر فنرى زاوية دون أخرى، فيمكن مزارع يطلب المطر، ولكن من لا بيت ولا دار له يطلب عدم المطر. فلو كان الأمر منوط باقتراحاتنا لازم أن يأتي المطر وأن لا يأتي المطر. الله عز وجل ما يشوف للموارد الخاصة، هذا العلم الكلي. لذلك الاعتراض على الله شنو معناه؟ يؤدي إلى الكفر كما في هذه الرواية. الاعتراض على الله يعني الله قبض منك عزيزا تعترض عليه، أو الله ابتلاك بالفقر، ابتلاك بالمرض والألم والسجن والحكومة الظالمة وما إلى ذلك. الاعتراض على الله هذا يعني طبعا كثير من الأحيان الواحد هو مقصر في حياته. أنت ما تتوقع من البرد فتصاب بالنزلة مثلا فأنت المقصر، ولكن في القضايا الكلية الشيء إن كان خارج عن إطار فعل الإنسان فهو بمصالح إلهية. الاعتراض، لماذا أنا مريض مثلا؟ لماذا فقدت عزيزا لي؟ الاعتراض على الله يعني أنني لا أقبل حكمة الله في الأمور. وبما أن حكمة الله من علمه، لماذا الله حكمه؟ حكمة الله من علمه، يعني أنا ما أقبل علم الله عز وجل. وعلم الله عين ذاته، فأنا أريد أشكك في الله، والتشكيك في الله يساوي الكفر بالله. الاعتراض البسيط على الله في قضية تؤدي الإنسان الملتفت إلى الكفر، وغير الملتفت نتيجته الكفر. لأن الاعتراض يعني مو حكيم، مو حكيم يعني مو عالم،
معالم يعني النقص في الذات الإلهية، وهذا ما يساوي الكفر. تارة طبعا تارة الإنسان يدعو الله عز وجل، هو الذي سن الدعاء للإنسان، قالوا ادعوني أستجب لكم، أن يطلب الإنسان من الله عز وجل، ولكن إن وقع القضاء سلمنا أمرنا على الله، خلاص الشكاية والاعتراض على الله ما له معنى. وكذلك الاقتراح على الله، الله لو فعل كذا لكان خيرا، الله هو الذي يعرف الموازين والأمور، فلم يفعل كذا فلم يكن خيرا. أنا يمكن أن أدعو أطلب من الله ألتمس، هذا زين، هذا هو الذي دعانا لذلك. وقد جعل أيضا كما أن المريض إذا ذهب للطبيب يشفى، المريض إذا دعا الله عز وجل أو استشفى بتربة الحسين يشفى، كما أنه إذا مثلا ذهب إلى الطب الصيني عبر الإبر يمكن يشفى. هناك طرق متعددة جعلها الله عز وجل للشفاء، منها تربة الحسين سلام الله عليه. زين نعم هناك مو اعتراض على الله، وإنما بيان واقعنا وبيان ضعفنا. نحن الآن في ضعف، الأمة الإسلامية في ضعف لعدم ظهور الإمام الحجة، فهذا في الواقع في طي الدعاء، أن نطلب من الله عز وجل التعجيل في فرجه. طيب هذه المقدمة الأولى. كما مثلا في منكر الضروري للتنظير ولتقريب المعنى، يقولون بأن منكر الضروري يعني واحد يقول الصلاة مو واجبة، الصوم غير واجب في الشريعة الإسلامية، تارة يقول لا أصلي، هذا اللي ما يصلي يقول خب أنا لا أفعل حرام، الصلاة واجبة ولكني لا أصلي. تارة ينكر الضروري البديهي في الشريعة الإسلامية، إنكاره البديهي يستلزم إنكار الرسول، لأن الرسول أمر بالصلاة، وإنكار الرسول مستلزم لإنكار الله عز وجل، وإنكار الله هو كفر وشرك. لذلك منكر الضرورية كافر، على مبنى الأكثر يقول المنكر الضروري لأنه يؤدي إلى إنكار الله عز وجل وإنكار أمر الله، أن الله عز وجل عندما أمر هذا مو أمر يجب تنفيذه، هذا لا غير صحيح، هذا هو الكفر. إذن هذه هي النقطة الأولى. التمهيد الثاني أن عموما الأنبياء كانوا من الطبقة العادية بين الناس، مو من الأغنياء، مو من الطبقة المرتفعة شأنهم عند الناس، لا كانوا أفراد عاديين، من حيث المال، من حيث المكانة، من حيث الكثير من القضايا. لماذا؟ هناك حكمة واضحة، إذا واحد غني كبير القوم طبيعيا الناس يتبعون، غير أنه طبيعيا يقولون هذا من قال الآن، يعني قد ينكر تنكر رسالته. رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يكتب، ما كان أمي بمعنى أنه لا يعرف أن يقرأ أو يكتب، بس ما كان يكتب. وفي الآية المباركة أنه الرسول الأمي، يعني الأمي بما أن مكة أم القرى فالرسول منتسب إلى مكة، مو أنه لا يعرف الكتابة والقراءة، ما كان يكتب، ما كان يبين للناس أنه له فضل كبير، حتى يجوا لما يقرأ القرآن يتلو القرآن للمسلمين يقولون هذا عالم مطالع الكتب السابقة فهو ذا يلفق القصص والتاريخ. كلا، هذا إنسان عادي بشر مثلكم، أنا وياكم بالسوق، مو أنا السلطان اللي الآن أدعي النبوة حتى تكون هناك شبهة، أو الناس الفقراء يتبعون السلطان فيتبعون هذا السلطان الذي ادعى النبوة في شريعته ودينه، لا، وإنما هم للافتتان والامتحان، امتحان كبار القوم من تجار من سياسي من شخصيات، بأن يتبعون شخصا من الطبقة المتوسطة مثلا، وأيضا امتحان غير أنه امتحان للطبقة العالية، وأيضا هذا نوع من الإعجاز الإلهي، أنه شخص عادي يمكن أن يتفوه بهذه الكلمات
ويذكر الوحي ويأخذ بيد قومه إلى النجاة وإلى السعادة، ولا يمكن أن يمسه أحد بسوء قبل أجله. لذلك هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا ما تقدرون تقتلوني، ليش؟ لأن الله يعصمني منكم، فأنتم كلكم لو تجتمعون ما تقدرون أن تصيبوني بأذى، أذى يضر الرسالة. قطعا رسول الله كان يمرض، قطعا كان يبتلى، كما أبعدوه إلى شعب أبي طالب عليه السلام. هذه الأذايا كانت ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ولكن أن يكون النبي، أن يكون الرسول، الإمام الكبير في القوم، شخص يعيش هموم الناس العاديين، هذا في النقطة التفوق في قبول رسالاته. فيقولون هذا، لذلك الملك إذا ينزل من السماء مو مقبول، يعني يجي يريد يوصينا بوصايا، نقول أنت من جنس آخر. فإذا واحد كبير سلطان ابن سلاطين لما يريد يوصي، نقول له أنت ما تشعر به ما نشعر به نحن الفقراء، فكأنما تتكلم من مكان آخر من بعيد، هذا ما يأثر مثل ما واحد يأتي وقد عاش هم الفقراء ويريد أن يدافع عن الحقوق الحقيقية للفقراء والأغنياء، هذا يكون مقبول. هسه التنظير طبعا مع الفارق الكبير هذا اللي كان في أفريقيا الجنوبية والذي ضد البيض، يعني أقام ثورة 27 سنة كان في السجن، عندما خرج من السجن ما الذي قال؟ قال إحنا من نسحق حقوق البيض، نعطي للسود حقوقهم ونعطي للأقليات البيض أيضا حقوقهم، لذلك ظل رمزا في بلادهم. أو غاندي عندما وصل في الهند ظل رمزا، لماذا؟ لأنه أعطى للأقليات حقوقهم وللأكثرية حقوقهم وأتى بالحرية الحقيقية النسبية طبعا. طيب النقطة الأخرى وهي نقطة مهمة جدا، أن حروب الرسول صلى الله عليه وآله كانت حروب دفاعية. رسول الله صلى الله عليه وآله على ما حققه السيد الوالد رحمه الله في بعض كتبه ما كان عنده حروب ابتدائية، لم يبادر القوم بالحرب، وإنما هم كانوا يغدرون فتقع الحرب. ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يقتل في كل الحروب إلا نفرين فقط، إلا نفرين، لم يقتل إلا نفرين رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه مو شغل الرسول تصفية الآخرين، وإنما شغل الرسول إثبات الشريعة وتثبيت الشريعة، فيجب أن يكون في بعد عن حقد الآخرين. إذا واحد أجي قتل أبوه رسول الله صلى الله عليه وآله، فالابن طبيعيا إذا لا يكون جدا متدين يأخذ نوع من الحقد، لذلك قتلوا سيد الشهداء صلوات الله عليه حقدا منا لأبيك، لأن أمير المؤمنين هو الذي كان في الحروب مقدام وقتل كبار الكفار، لأن للرسول الدور ولأمير المؤمنين دور آخر طبعا. رسول الله صلى الله عليه وآله كل حروبه كانت دفاعية ولم يبادر بالهجوم، ولم يكن من شيمته القتل، وإنما كانت شيمته العفو والصفح، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى نعف ونصفح، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله. خلينا نطبق مقدار من هذه الرواية المباركة. ثم يقول رسول الله للمخزومي والذين معه: وليس لك ولا لأحد الاعتراض عليه، يعني على الله، بلما وكيف. يعني يجي يقول لما أنت الرسول مو كبير أهل مكة كبير أهل طائف، الله يفعل ما يشاء بحكمته،
كما أن الله عز وجل أعطى الجمال لشخص وسلبه عن شخص، أعطى المال لشخص وسلبه عن شخص آخر، أعطى الرسالة لي خصني بالرسالة ولم يخص غيري بالرسالة. هذه منحة إلهية ولطف إلهي. طبعا هذا في البحث مفصل هنا موجود أنه هذه الأمور كسب أو وهب للسيد الأخ المرحوم رحمه الله، محاضرة الأئمة بين الوهب والكسب، محاضرة قيمة، أنه الله عز وجل وهب لهم العصمة ولكنهم أيضا بجهدهم حازوا على هذه المرتبة، يعني كسب ووهب إلهي. حتى اللي مثلا يولد جميلا، هذا إلى مقدمات، قد تكون هناك مقدمات، مثلا أكل السفرجل في فترة الحمل هذا يوجب جمالا للطفل للولد، هناك أيضا مقدمات، من يكون فقيرا من يكون غنيا إلى مقدمات، صحيح الله عز وجل هكذا يقدر، ولكن تقديرات الله بمقدمات أيضا. ورسول الله صلى الله عليه وآله الله خصه بالرسالة لأنه كانت هناك مقدمات أيضا. بس الروايات متعددة في عالم الذر، أول من قال بلى هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فما دام كان متفوقا في عالم الذر فأصبح رسول الله واختصه الله بالرسالة. فلما علم الله منا الصدق أنزل علينا الناصر، يعني كأنما هناك تكاملية، الأرضية تكون جاهزة والله عز وجل يفيض الأكثر من ذلك. وليس لأحد ولا لأحد الاعتراض عليه بلما وكيف، ألا ترى أن الله كيف أفقر بعضا وأغنى بعضا وأعز بعضا وأذل بعضا وأصح بعضا وأسقم بعضا، البعض مرضى البعض لا أصحاء، وشرف بعضا، عائلة شريفة، هذا ولد في عائلة شريفة وذلك ولد في غياهب أمازون مثلا، وكلهم ممن يأكل الطعام ثم ليس، طبعا أنا هم اللي اختصني الله بالرسالة أكل الطعام كالباقي، ثم ليس للفقراء أن يقولوا لما أفقرتنا، الاعتراض على الله عز وجل ما إلى معنى لأنه يؤدي إلى الكفر، وأغنيتهم، ولا للوضعاء الأفراد اللي هم في المستوى الأدنى من الجامع من المجتمع، للوضعاء أن يقولوا لما وضعتنا وشرفتهم، ولا للزمنا من ألم به المرض، هذا المرض المزمن به، والضعفاء أن يقولوا لما أزمنتنا وأضعفتنا وصححتهم، ولا للأذلاء، الذليل الظاهر يسا واحد عزيز واحد ذليل ظاهرا، أن يقولوا لما أذللتنا وأعززتهم، ولا لقباح الصور أن يقولوا لما قبحتنا وجملتهم، الاعتراض على الله ما إلى مانع ما إلى وجه. فطبعا قلنا هي هذه أيضا بمقدمات، حتى القبيح لو كانوا يلاحظون عند انعقاد نطفته أو تلك الأمور التي توجب البهاء في الوجه ما كان يطلع بهذا القبح، كان يختلف، بل إن قالوا ذلك كانوا على ربهم رادين، يعني ردوا حكمة الله وله في أحكامه منازعين، هذا الحكم التكويني الذي جعله دينازع، كما الإنسان إذا نازع الحكم التشريعي يكون منكر الضروري ويصير كافر، لو نازع الحكم التكويني يعني نازع حكمة الله وعلم الله. وبه كافرين، وهذا يوجب الكفر والعياذ بالله، ولكان جوابه لهم، يسألوا اعترضوا على الله، الله يقول أنا أفعل ما أريد. في حديث قدسي لطيف، الله عز وجل يخاطب يا داود، يقول يا داود تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد، يعني أنت إذا سلمت أمرك لي فأنا هم أمشي شغلك، وإن لم تسلم لما أريد سلطت عليك ما لا تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. الأمور بيد الله، يفعل ما يشاء، يحكم ما يشاء، كلها طبعا ضمن الضوابط
الحقيقي، مو أنه عاجز عن فعل غيره، ولكن هو الذي جعل مصالح وحكمته تقتضي أن يكون ويعمل طبق المصالح، مو مجبور. واحد يجي يقول إذن الله مجبور، لا مو مجبور، مختار، لأنه لأن له القدرة في أن يخرج عن المصالح ويفعل ما يشاء، ولكن هو لا يخرج بحكمته، لحكمته. ولكان جوابه لهم أنا الملك الخافض الرافع المغني المفقر المعز المذل المصحف المسقم، وأنتم العبيد، ليس لكم إلا التسليم لي والإنقياد لحكمي التشريعي والتكويني، فإن سلمتم كنتم عبادا مؤمنين. بس هذه أيضا في الملاحظة لا بأس بذكرها، النسبة بين الأحكام التشريعية والأحكام التكوينية. في الحكم التكويني واحد ما يقدر يخالف الحكم التكويني، يعني أنت روح على منارة وقول أنا لا أرضى بالحكم التكويني بجاذبية الأرض، لو ألقيت نفسك من المنارة شنو اللي يحصل؟ الجاذبية خو ما تنتظر إذنك وعدم إذنك أنك تحكم بها أو لا تحكم، الجاذبية تجذب الإنسان وتوجب رضى ضلوعه، هذا طبيعي. فاللي يخالف الحكم التشريعي لله عز وجل أيضا كذلك، الحكم التشريعي الله عز وجل يحكم ولكن هنا لا يرى الأثر، ولكن الحكم التشريعي باق وموجود، يعني مخالفة الحكم التشريعي وزان الحكم التشريعي وزان الحكم التكويني. في الحكم التكويني الاعتراض على الله ما يمكن أصلا إلا بأن تلك النواميس الطبيعية والقوانين التي سنها الله عز وجل تحيط بالإنسان. هنا الحكم التشريعي الله أراد أن تختار الخير، فإن لم تختار الخير فهناك الآثار والعواقب التي تحيط بك لاحقا. فإن سلمتم كنتم عبادا مؤمنين، وإن أبيتم كنتم بي كافرين وبعقوباتي من الهالكين، يعني بعد أن كفرتم تصابون بالعقوبة وتهلكون في تلك العقوبات الدنيوية والأخروية، الدنيا بالنسبة لمنكر التكوين وفي الأخروية بالنسبة لمنكر التشريع، بل حتى منكر التشريع في الدنيا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. المسلمين عندما تركوا الأمة الواحدة أذلهم الله هكذا، الله يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، نحن نقول لا، إحنا 50 أمة، واحد يقتل بالثاني، هذا الذلة التي نراها في المسلمين، منشأها ترك الأحكام الشرعية. ثم أنزل الله عليه يا محمد، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني آكل الطعام، ويوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني قل لهم أنا في البشرية مثلكم ولكن ربي خصني. ذكرنا الاختصاص أيضا إلى مناشئ ومقدمات في عالم الذات لا في عالم الخارج، الصبر، الافتتانات المتعددة. الله متى جعل إبراهيم إماما؟ بعد تلك الافتتانات والامتحانات المتعددة اللي ذكرناها في محاضرة سابقة. ولكن ربي خصني بالنبوة دونكم كما يخص بعض البشر بالغنى. الغني أيضا إلى مقدمات، الله يفيض النتيجة، ولكن إذا واحد ما تحرك ما راح على رزقه، جلس حتى الله يرزقه، الله ما يرزقه. الشفاء أيضا له مقدمات، أليس المرض منك؟ قال بلى، موسى لله عز وجل، أليس الشفاء منك؟ قال بلى، قال فما بال الطبيب؟ قال يا موسى أتريد أن تبطل حكمتي في الأسباب؟ أنا جعلت الدنيا دنيا الأسباب والمسببات، ما لازم تتجاوز هذه الأسباب والمسببات، الشفاء مني ولكن عبر دواء الطبيب، عبر تربة الحسين سلام الله عليه، عبر الدعاء. كما يخص به بعض البشر بالغنى والصحة والجمال دون بعض من البشر، فلا تنكروا أن يخصني أيضا بالنبوة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد هذا مطلب جديد إن شاء الله نكمله في يوم السبت، هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.